الكويت استمرار حملة رفع اللافتات والرايات الحسينية تنفيذاً لقرار السلطات. المعزون يقاطعون رئيس الوقف الشيعي لشكره الحكومة والبرلمان في مرقد الإمام الحسين عليه السلام. زعيم التيار الوطني مقتدى الصدر في أحدث ظهور له في مرقد الإمام علي عليه السلام. القوات العسكرية التركية تهاجم العراق من الشمال وسط صمت حكومي مطبق. أحجية كبيرة لا تكشف، رفع القيود عن نور زهير بالكامل، وحيرة برلمانية بأسراره. محتوى هابط، الداخلية تتخذ إجراءات قانونية بحق زينب بنت الديوانية. تزامناً مع شهر محرم، عاليا صيف توجه رسالة إلى رئيس الوزراء بشأن الكاظمية. البنك المركزي العراقي يعلن رفع ورقة مشروع نظام التجارة الإلكترونية إلى مجلس الوزراء. الجوية والشرطة يصلان إلى نهائي كأس العراق. حياكم الله متابعينا الكرام، قبل البدء بالتفاصيل ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات والإعجاب بهذا الفيديو. وإليكم التفاصيل. فيديو من الكويت يظهر استمرار حملة رفع اللافتات والرايات الحسينية تنفيذا لقرار السلطات هناك. وفي خبر آخر، المعزون يقاطعون رئيس الوقف الشيعي لشكره الحكومة والبرلمان في مرقد الإمام الحسين عليه السلام. كل الشكر والتقدير للحكومة المركزية رئيساً وأعضاء ومستشارون، والشكر موصول لمجلس النواب والنواب واللجان المختصة والحكومات المحلية التي تصب في خدمة الواقف. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وفي خبر آخر، زعيم التيار الوطني مقتدى الصدر في أحدث ظهور له في مرقد الإمام علي عليه السلام. أبو هاشم بالطعن الحجري الشريف. وفي خبر آخر، كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني عن رفع جميع القيود عن تحركات المدعو نور زهيرة، مبينا أنه يسيطر حاليا على موانئ الجنوب وهو يمثل أحجية كبيرة لا يراد لها أن تنكشف. وقال الحسيني في حديثه إن المدعو نور زهيرة رغم كثرة الملفات التي رفعت عليه وتحوله إلى قضية رأي عام في العراق منذ أشهر، لكنه بالحقيقة حر طليق حاليا، وتم رفع كل القيود على تحركاته سواء داخل أو خارج البلاد. وأضاف الغريب بأن كل من يحاول إعادة قضيته للرأي العام والبحث عن حقائق ما جرى يتعرض إلى ضغوط من أجل إسكاته وبشتى الوسائل، لافتا إلى أنه يحظى بدعم وحصانة ما نسميه الدولة العميقة. وتساءل الحسيني عن حجم الأموال التي أعادها نور زهير إلى خزينة العراق، ولماذا لا يزال يهيمن على قطاعات مهمة في اقتصاد البلاد خاصة موانئ الجنوب، مؤكدا أنه يمثل أحجية كبيرة لا يراد لها أن تنكشف أمام الشعب وهنالك ضغوط قوية لإغلاق الموضوع بشتى الوسائل.
وفي خبر آخر، اتخذت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية إجراءات قانونية بحق المدعوة زينب بنت الديوانية. وذكر مصدر أمني أن اللجنة وبناء على قرار محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعوة زينب بنت الديوانية، ويأتي هذا بعد 3 أيام من القبض على صاحبة مركز تجميل وأوشام ضمن منطقة المنصور في بغداد المدعوة حنون حكومة بتهمة المحتوى الهابط. كما قبلها بأسبوعين اعتقلت السلطات الأمنية المغني السوري محسن الفراتي بتهمة المحتوى الهابط في العاصمة العراقية بغداد وفق أحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي، وبناء على الإجراءات المتخذة من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية. وفي خبر آخر، وجهت النائبة عاليا نصيف رسالة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن الكاظمية، وقالت نصيف في تدوينة على إكس: أنقلوا إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والبلديات مناشدات أهلنا الأعزاء في الكاظمية المقدسة بضرورة مطالبة الشركة المنفذة للجسر الرابط بين الكاظمية والقريعات بإكماله ليصبح بكامل حلته من تسقيف وإضاءة وجاهزا لعبور زوار الإمامين عليهما السلامة. وأضافت أن ذلك يتم بالتزامن مع شهر محرم الحرام. وفي خبر آخر، تواصل القوات التركية توغلها في دهوك وأمام أنظار الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم، فيما عبرت قوى سياسية عراقية عن رفضها لتوغلات أنقرة. وكشف مصدر أمني لصحيفة الشرق الأوسط إن هنالك اعتقادا بوجود اتفاق مضمر بين أنقرة من جهة وبغداد وأربيل من جهة أخرى، يتضمن السماح للقوات التركية بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية. ونفذت القوات التركية عمليات قصف بالطائرات والمدفعية على مواقع تابعة للعمال الكردستاني في وادي رشافة شمال دهوكا. وتعليقا على عدم إصدار الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم بيانات بشأن التدخل التركي، يقول المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود للشرق الأوسط: إن ما يحصل من تحركات تركية ليس جديدا ويمتد لسنوات طويلة ماضية. هنالك عشرات القواعد التركية المنتشرة شمال دهوك وأربيل أيضا بسبب تواجد قوات العمال الكردستانية في أراضي كردستان للأسف الشديد. ويضيف أن الطرفين التركي والعمالية يريدان نقل صراعاتهما خارج الأراضي التركية سواء في كردستان العراق أو في سوريا وربما في مناطق أخرى من محافظة نينوى وضمنها القاعدة العسكرية في منطقة بعشيقة. ويعتقد كفاح أن هنالك تعاونا استراتيجيا بين حزب العمال وأطراف مؤثرة في الحكومة، وهذا ما يفسر صمت الحكومة الاتحادية. وحتى زيارة الرئيس التركي الأخيرة إلى بغداد لم تنتج شيئاً. ويتابع أن ما يحدث حالياً في دهوكا وشمال أربيل بنحو 40 كيلومتراً من تدخل تركيا بسبب صراعها مع حزب العمال، وهو تدخل مدعوم ربما باتفاقية قديمة بين أنقرة وبغداد يتيح لكلا الطرفين التدخل بعمق نحو 5 كيلومترات في جانبي الحدود.